مرحبا بكم في هذه الجولة من أخبار التكنولوجيا. بأيد إماراتية 100% أطلقت شركة نمر لإنتاج الآليات العسكرية الوطنية الجيل الثاني من آليات عجبان وحفيد المدرعة، وذلك خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي آيدكس. وتتميز الآليات الجديدة بمواصفات متقدمة في تخفيف أثر الانفجارات والحماية من القذائف البالستية، كما توفر مستويات عالية من الحماية في أقصى البيئات. أما جناح المملكة العربية السعودية فقد ضم مدرعة الدهناء التي صممت بأيد سعودية، وهي تمتاز بمواصفات القوة والسرعة المستوحاة من صحراء الدهناء التي تتوسط المملكة على مساحة واسعة. أما جناح ومعرض الدفاع البحري نافدكس يضم هذا العام 17 قطعة بحرية من 10 دول حول العالم، ويضم المعرض أحدث الأنظمة البحرية ومعدات الشركات المتطورة والابتكارات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، مما يتيح للمهتمين البقاء على اطلاع مستمر على أحدث التطورات والتقنيات المستخدمة في المنظومات العسكرية والمعدات والأجهزة الخاصة في مجالات الدفاع البحري. أما آخر الابتكارات في مجال صناعة الأغذية فسنجدها في معرض غلف فود الذي يواصل فعالياته لليوم الثاني على التوالي في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بمشاركة أكثر من 100 شركة مختصة في قطاع الأغذية. وبكل تأكيد يشهد هذا القطاع الحيوي تغيراً كبيراً، لا سيما مع استخدام الروبوتات في مجال صناعة الأغذية. نعرفكم على الروبوت نيكوبو الذي يمتلك العديد من المواصفات، أهمها أنه قادر على التعرف على الوجوه باستخدام الكاميرا والاستماع إلى صوتك والاستجابة له عبر ميكروفونات، كما يتضمن مستشعرات تعمل باللمس إذ يعرف عندما نلمسه أو نعنقه. لكن نيكوبو الذي طورته شركة باناسونيك يمتلك بعض السمات الغريبة، إذ لديه مزاج سيء في بعض الأحيان. كان هذا كل ما لدينا في أخبار التكنولوجيا. عودة إليكم غرازيلا وأسامة.